كانت هذه آخر صيحة للمشتبه به، أقصد الديك المسكين الذي اعتقلته الشرطة الجزائرية، وذلك بسبب شكوى قدمتها دبلوماسية إيطالية، والتي عبرت في الأخرى أن الديك يصدر أصواتا مزعجة في الصباح الباكر. أعزائي المشاهدين، الحق أن تم اعتقال هذا الديك فقط لصياحه في الصباح الباكر، وما هو مصيره؟ وهل فعلا استجابت الشرطة لشكوى تلك الدبلوماسية الإيطالية؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عليها، وسنكشف لكم حقائق مضحكة وغريبة متعلقة بهذا الديك. لكن قبل كل شيء أدعوكم للاشتراك في القناة ودعم المقطع بإعجاب ومشاركته بجميع وسائل التواصل الاجتماعي، تضامنا مع الديك المسكين. بدأت حكاية هذا الديك المسكين بعدما انتشر فيديو على صفحات جزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي لرجل جزائري يشتكي بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سردوكي أي ديكي بسبب شكوى تقدمت بها السفارة الإيطالية، لأن صياح الديك أزعج دبلوماسية تعمل في السفارة الإيطالية. يا فلان بلكم إشارية على جال الشردوك، باش كان أنا مربي واحد الشردوك ثم بيبوزو بيا فلان قالوا الشردوك تاعو راح بيرانجينا، أما أنا جاو ليا خمسة بوليسية الدار قالوا لي العاد ونكملوا الشردوك، قلت له نعم، قال لي وراه الشردوك، قلت له نفس الكلام، قال لي نقدروا نحكموا، نقولوا نحكموا باش كان عندنا عطاونا امر باللي لازم الشردوك نحبطوه للكوميساريا. اشكال فيه وحده دبلومات تعطاني. وظهر الرجل في فيديو وهو يحكي القصه بطريقه اقرب الى السخريه منها الى جد، اذ اكد ان خمسه رجال من الشرطه حضروا الى منزله وابلغوا ان هناك شكوى ضد الديك، وان عليهم اخذه الى مركز الشرطه، وانهم بعد مطارده دامت عده دقائق في حديقه منزله تمكنوا من القاء القبض على المشتبه به الديك، طبعا مشيرا الى انه بعد القاء القبض عليه لم يظهر عنه اي خبر، وانه عندما ذهب الى مركز الشرطه قيل له ان الديك لم يتم احضاره الى هناك. حبيت لكم اجايا قلت بدي تقطيع الشندوق تاعي وراه، قالوا يا الحاج ما جابوا لنا حتى الشندوق البارع، انا نعمني ندموندي على شندوقي برحمه الوالدين رجعوا لي شندوقي. هيا خلاص انا درنا النداء فهمت، والشندوق هذا خلى سبع فلاليش وخلى جاجا وخلاهم هكذاك. وقد ختم الرجل كلامه بنداء فيه كثير من السخرية، مؤكدا أن الديكا ترك وراءه دجاجة وسبع كتاكيت، وأنه لا بد من إطلاق سراحه. وتحول الفيديو الذي لم يتم التأكد من مصداقية محتواه إلى مادة دسمة للسخرية والانتقاد. هناك من راح يصب غضبه على السلطة التي أرادت إرداء دبلوماسية إيطالية على حساب ديك جزائري، والأغرب أن هناك من انبرى للدفاع عن حبس الديك بدعوى أنه يرمز لفرنسا التي استعمرت الجزائر. لكن لحسن الحظ أن معظم التعليقات كانت ساخرة، بين من قال أن منظمة ديك بلا حدود تحتج وتطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الديك، ومن توقع أن تنضم الديك للحراك الشعبي وتنزل في مظاهرات الجمعة المقبلة. أطلقت العديد من هاشتاغات باسمه الحرية للديك، الصياح ليس جريمة، أطلقوا سراح الديك. إرداء الدبلوماسي الإيطالي لا يجب أن يكون على حساب حقوق المواطن الجزائري. لو حصلت هذه الحادثة في إيطاليا كانت ستتم معاقبة الذي أصدر أمر الاختطاف ونفذه، قيمة المواطن الجزائري لا يجب أن تكون أرخص من قيمة المواطن الأوروبي. دعونا نسمع آراءكم في مكان التعليقات، ولا تنسوا دعم المقطع ومشاركته تضامنا مع الديك المسكين. السلام عليكم ورحمة الله.